الأمطار توقفت، لكن منخفض الجو لا زال يمر بإقليم كردستان، ربما بعد 48 ساعة يستمر المنخفض الجوي. الوديان قد امتلأت بمياه الأمطار، سيول مياه الأمطار، وطبعا نتحدث عن وديان كبيرة جدا بدءا من بارزان، المنطقة العالية جدا في إقليم كردستان، ويتتبع إلى مناطق تعرف بميرقسور على الحدود العراقية التركية، وصولا إلى مناطق تشومان. مناطق هذه هي على الحدود العراقية الإيرانية والتركية، مثلث عراقي تركي سوري، وجبال التي تعرف بجبال سكران وجبال كورك، وكثير من الجبال التي غطت ثلوج قمم هذه الجبال، وأيضا بيخال، المنطقة التي هي تعرف بمصيف بيخال، هي أيضا ازدادت أو ارتفعت مياه شلالات بيخال وشلالات قلي علي بيك، هذه الشلالات الشهيرة. ولكن الأمان، كان هناك رسائل اطمئنان أن كل الوديان التي كانت تتسبب بتعثر في سير مياه سيول الأمطار كانت قد أعيدت الصيانة فيها، وقد تم مراقبتها بشكل كبير من قبل فرق مختصة من محافظات إربيل دهوك السليمانية، وبالتالي لا خوف هذا العام في المدن. نحن في منطقة سهل تعرف بسهل سهل أربيل، لا خوف بهذه المناطق من سيول قد تجرف منازل أو تتضرر منازل أو تغرق عائلات كما كان قبل عامين. الأمر حتى الآن مسيطر عليه، لا 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 خوف من قبل، يعني الاستعدادات كون أن كما ذكرت الإجراءات الوقائية، الجاهزية والاستعدادات مهمة يعني موجودة. أحمد، الاستعدادات عالية جدا، كنا في العام الماضي عندما يتم نمر بمنخفض جوي نرى الشرطة وجميع الأجهزة الساندة والخدمية تدخل في حالة إنذار وتراقب كل مجاري المياه والوديان التي تمر بمدينة إربيل. واليوم على ما يبدو أن تراجعت حدة هذا المراقبة، لكنهم يراقبون، بمعنى آخر أنهم كل التجاوزات من أعمال استثمارية ومعمارية على كل الوديان قد رفعت، وبالتالي فإن نهر دجلة يصله المياه التي تصل إلى أقصى الجنوب، نعم، إلى البصرة ومن ثم إلى الخليج العربي، وهي مياه جبال إقليم كردستان.